بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض وهنعرف مع بعض اسعار التلاجات الكريازي واحجامها اللي هي الجديدة المتوفرة في السوق البريمير. طبعا يا جماعة، الكريازي بيتميز في السوق ان هو اسم موجود في السوق بقاله 40 سنة. طبعا شركة كريازي شركة معروفة. شركة كريازي في الاول كان ضمانها 5 سنين، متجزأ بيجزأ لك الضمان على الموتور، على الصيانة، على الحاجات دي. النهاردة كريازي بتديك ضمان 10 سنين شامل كل شيء. يعني دلوقتي عندنا الثلاجة اللي قدامنا دي ضمانها 10 سنين شامل، سواء على موتور، سواء على جسم خارجي، او المكونات الداخلية، او الترموستات، او الكمبروسر بتاعها. طبعا الضمان بتاعها 10 سنين. خدمة ما بعد البيع في كريازي ممتازة والله يا جماعة. يعني ناس كتير جربت المكونات الكريازي، وشركة كريازي عامة شركة كريازي نظيفة جدا واسم في السوق بقاله كتير. طبعا يا جماعة نفتح الشكل الجديد ده، البريمير دي موديل بتاعها 625 بريمير. دي انفرتر، موتور موفر في الكهرباء بنسبة 40% من التلاجة، من سحب الكهرباء بتاعها. ده الشكل بتاعها يا جماعة، الداخلي بتاعها من جوه. طبعا التلاجة فيها لومد ليد في الفريزر، وفيها لومد ليد في التلاجة من تحت. يعني ده اللومد الليدات اللي هنا بتاعتها، ودي اللومد الليدات اللي في الداخل. عندنا طبعا يا جماعة ارفف بايركس بتتحمل لحد 70 كيلو للرف الواحد. عندنا ستاير التبريد دي يا جماعة بتاعت التلاجة بتاعت الفريزر، عشان حضرتك اول ما تفتح الفريزر طبعا كل ستائر التبريد دي تمنع اي تسريب هواء او اي تطليع تبريد لبره، ما يسربش في الفريون بتاع التلاجة. عندنا دول بتاعت اللمبة فريزر، لمبة التلاجة بتفصل اوتوماتيك وبتشتغل معاك اول ما بتفتح الباب. عندنا ضمان الكريازة يا جماعة، ضمان 10 سنين شامل زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ضمان 10 سنين شامل. عندنا كومبروسر بتاع تلاجة كريازي من شركة تروبيكال. طبعا زي ما احنا قلنا يا جماعة، الرف بيستحمل معاك لحد 75 كيلو جرام. عندنا ستاير التبريد موجودة هنا اهي، دي ستاير تبريد للتلاجة وللموتور. اللون بتاع الكريازة يا جماعة بيكون موجود في السوق، اللون بتاعه سيلفر وستانلس واسود. طبعا عندنا المفصلات بتاعة الباب هنا حديد مش بلاستيك، وعندنا الجلدة دي ممكن تشيلها وتغسلها وتركبها تاني. طبعا ده بلاستيك فاخر ما بيتكسرش بسهوله، وبرده معاك ضمان 10 سنين تقدر ان انت تغيره. زي ما انتم شايفين يا جماعه، اي استفسار، اي حاجه عايز تسال عليها، ممكن طبعا تبعت لي على رسائل الصفحه بتاعتنا او البيج بتاعتنا. طبعا لو عايز تسال على منتجات تانية هتلاقي في الوصف تحت لينك البيج بتاعت الفيسبوك بتاعتنا. وشكرا لكم يا جماعه، واسف لو عطلتكم او طولت عليكم.